ابسط وبحاول اديليفر فيري سمبل مسج ارجو ان هي توصل وانا مش كاتب كلام كتير في السلايز سلايز بسيطه خالص. اول نقطه احب اتكلم عليها في المحاضره هي وين تو تيست اور وين تو سكرين فور اتش بايلوري عشان النقطه دي مهمه لانه كل الناس دلوقتي بتحلل على طول عشان وكله خايف كل اللي بيعرف ان عنده اتش بايلوري يبتدي يحصل له ذعر زي ما دكتور احمد جاب الشخص اللي كلمه الساعه 2 بالليل. في انديكيشنز ثابته ومعروفه للوين تو سكرين فور اتش بايلوري عندي بيبتيك ألسر ديزيز سواء بريزنت اكيوت بيبتيك ألسر ديزيز او هيستوري اوف بيبتيك ألسر ديزيز لو ما كانش اتعمل لو ما كانش البيشنت اخذ تريتمنت قبل كده. وطبعا الجاستريك مالتي ليمفوما لو في اتش بايلوري شود بي تريتد حتى الجاستريك مالتي ليمفوما التريتمنت بتاعها اساسا از تريتمنت اوف اتش بايلوري. حالات الان انفستيجيتد ديسبيبسيا بس بروفايدد ان البيشنت ايج وان ما فيش الارم سيمبتومز علشان اقول العيان ده اعمل له تيست فور اتش بايلوري الاول. لو عندي عيان هيمشي على لونج تيرم انتي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز يبقى العيان ده محتاج برضه ان انا اتيست فور اتش بايلوري. برضو اللونج تيرم يوز اوف انتي كواجلانس وانتي بليتلتس لازم اتست فور اتش بايلوري. حالات الانكسبلايند ايرون ديفيشنسي انيميا افتر بروبر انفستيجيشن يعني عملت العين كل انفستيجيشنز عشان اوصل لسبب الايرون ديفيشنسي وما لقيتش العينين دول برضو احتاج ان انا اتست فور اتش بايلوري. وحالات الاميون ثرومبوسايتوبينيا برضو بروفد انديكيشن فور تيستنج فور اتش بايلوري. طيب انا قررت ان انا هتست العيان علشان اتش بايلوري هطلب له ايه؟ ايه الفحص اللي هطلبه له؟ وهطلبه امتى وازاي؟ وهل بعد ما لو طلع بوزيتيف وعالجته هل هعمل له تيست بعد العلاج ولا لا؟ وامتى اعمل التيست ده؟ يبقى واتس ذا ابروبريت ميثود فور تيستينج فور اتش بايلوري؟ هنتكلم عليها. Do we need to test for eradication of H. pylori after treatment؟ هنقول برضه. What is the appropriate method for testing after treatment and when to test؟ أول حاجة عندي في الميثودز used to test for H. pylori في عندي invasive في عندي invasive test وعندي non-invasive test. Depending على العيان ده indicated إنه يعمل upper GI endoscopy ولا لا. لو العيان indicated for upper GI endoscopy يبقى أنا هستخدم الانفيزيف test. لو not indicated هستخدم non-invasive test. لو العيان هيعمل upper GI endoscopy يبقى أنا هاخد بيوبسي. والبيوبسي دي بقى هعمل عليها ايه؟ هبعتها لدكتور هاني علشان يعمل لها هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن ولا هستنصح وهستخدم الرابيد يوريز تيست وايه افوت عليه الفرصه دهيا ولا انا من اساس مش هاخد بيوبسي وهكتفي بالاندوسكوبيك فيتشرز ولا انا هاخد السامبل دهيا واعمل لها كالتشر ولا هعمل لها بي سي ار؟ هختار ايه من الحاجات دهيا؟ الاول اندوسكوبيك فيتشرز هل هي سبيسيفيك للدياجنوز اتش بايلوري؟ لا السنسيتيفيتي والسبيسيفيستي مش عاليه الا في حالات معينه لو انا استخدمت الكرومو اندوسكوبي بالذات الفينول ريد ده بيبقى صبغه مخصوص معموله عشان هي سنسيتيف لليوريس انزيم لو موجود بتبين اذا في اتش بايلوري فعلا ولا لا. أو لو أنا استخدمت الإنديجو كارمين مع الماجنيفاينج إندوسكوبي ده ممكن يساعدني في التشخيص بنسبة كبيرة قوي بالذات في الأفكشن أوف ذا بودي أوف ذا ستومك إنما في حالات الأنترال اتش بايلوري إنفكشن ما بيبقاش سنسيتيف. طبعا دي أمثلة مختلفة للإندوسكوبيك فايندنجز اللي ممكن ألاقيها في عندي الأتروفيك جاسترايتس في عندي الأسيتيماتين دوتس في عندي ريد ستريكس في عندي الريز إيروجنز في عندي حاجات كتير الثيكند ميكوزال فولدز في عندي النوديولاريتي اوف ذا ستومك زي الصوره اللي شايفينها من تحت دي كلها فيتشرز لل اتش بايلوري انفكشن. الصوره اللي هنا بتوضح الماجنيفيكيشن اندوسكوبي وبتوضح برضو اليوز اوف ام بي اي كبديل للكرومو اندوسكوبي. طيب يعني معناها ان انا الاندوسكوبيك فيتشرز ما اقدرش اعتمد عليها قوي في الدايجنوز اوف اتش بايلوري يبقى انا هاخد بايوبسي. البايوبسي دهيا اعمل لها رابيد يوريس تيست ولا اعمل لها هيستولوجيكال اسسمنت؟ لو العيان ده لقيت فيه فيتشرز مش مريحاني يعني اندوسكوبيك فيتشرز مش مريحاني في السر الايدج بتاعها مش حلو في ليجنز ريزد ثيكن فولدز وقلقان منها وحاسس ان ممكن يبقى فيه مشكله ثانيه يبقى هبعت العيان فور هيستوباثولوجي. لو انا مش لاقي حاجه وجاست اي ام جوينج تو تيست
It's cheaper إنه هو يعمل الرابيد يوريس تيست. الكالتشر قائمة بس صعبة جدا علشان أنقل السامبل محتاج سبيشال ترانسبورت ميديا وخلال فترة زمنية معينة والكالتشر بروسيسنج والكالتشر ميديا مش أفيلابل بسهولة وصعب شوية. بس ميزتها إن أنا أقدر أعمل سنسيتيفيتي للأنتيبيوتكس عشان الريزيستنس. الـ PCR one of the new techniques إن أنا أعمل PCR في البيوبسي وهي دي سنسيتيف وسبيسيفيك بس طبعا الكوست هتخليها أقل في الاستخدام. النون انفيزيف تيست في عندي اليوريا بريث تيست وفي عندي الستول انتيجين وفي عندي السيرولوجي اللي هو بيزد على الانتي بوديز وفي عندي الستول بي سي ار وممكن اعمل في الستول رابيد يوريس تيست برضه وممكن اعمل بي سي ار للسلايد. من الحاجات دي كلها اللي هم الموست سنسيتيف وسبيسيفيك اكتر اليوريا بريث تيست والستول انتيجين. السيرولوجي ليس سنسيتيف وليس سبيسيفيك وما اقدرش استخدمه لو انا هتست العيان بعد التريتمنت. يعني عيان جالي وديته تريتمنت وهتست بعد التريتمنت فور ايراديكيشن ما اقدرش استخدم السيرولوجي لان الانتي بوديز هتفضل موجوده. طيب نستخدم ايه؟ هنا بالتيبل ده بيوريني النسب السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. هتلاحظوا ان الرابيد يوريس تيست لو انا هنستخدم انفيزيف ميثود سنسيتيف وسبيسيفيك والهيستولوجي برضه سنسيتيف وسبيسيفيك. بس مع ملاحظه حاجه ان انا اخد بايوبسي من الانترم ومن الكوربس ما بكتفيش ببايوبسي واحده لازم اخد بايوبسي من الانترم ومن الكوربس وساعات في الريكومنديشنز اكتر من بايوبسي كمان يعني ممكن اخد اب تو 4 بايوبسيز من الانترم زائد 1 بايوبسي من البادي اوف ذا ستومك. الكالتشر طبعا هي السنسيتيفيتي بتاعتها اقل انما السبيسيفيتي عاليه وزي ما قلنا ان هي صعبه شويه فصعب الجا ليها. فلو العيان انا هعمل له منظار يا اما هعمل له رابيد يوريس تيست يا اما هبعت للهيستوباثولوجي. العيان مش انديكيتد فور ابر اندوسكوبي يبقى انا هلجا يا اما اليوريا بريث تيست او الستول انتيجين لان الاثنين سنسيتيف وسبيسيفيك. فاعتقد ان الامور كده واضحه والتوقيت بتاعنا خلص ولو في اي اسئله اهلا وسهلا.